انه اختار لنا الدكتور لطفي صغاري هذا الاسبوع. غادي نحاولوا نعزوا المناعه ديالنا، يلا وكونوا معنا في الاستماع، وحنا غادي نكملوا حديثنا البارح. يعني البارح تكلمنا على الزريعه او البذور ديال عبات الشمس، اليوم ما غاديش نبعدوا يمكن على مول الزريعه، غنبقى وحده. دكتور لطفي السلام عليكم. صباح النور. صباح الخير اختي سميه، لاباس عليك دكتور؟ امور طيبه، كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله، كلشي بخير. كي دايرين نتوما المستمعين والمستمعات؟ الحمد لله دكتور ربي يخليك. اكيد الحلقه ديال البارح صراحه درت واحد تفاعل جميل بزاف بزاف، شجعتيهم انهم يستهلكوا عبات الشمس او الزريعه البذور الزريعه بطريقه مختلفه، وقال لك ما فيها باس غادي نبداو ناكلوها. كان بزاف ديال الناس ما كيقدروش ياكلوها، ولكن ياكلوها بطريقه صحيحه اللي قلنا، يعني بعيدا عن الملحه، بعيدا ياك على الكثره، ونبقاو دائما في المعتدل. فاكيد الزريعه مفيده، ولكن المكسرات كذلك هي كذلك غنيه بزاف اللي كتقوي الجهاز الدفاعي المناعي ديالنا الطبيعي. اليوم غادي نتكلموا على اللوزه دكتور. اكيد ما غنختلفوش انه المذاق ديال اللوز زوين ولذيذ، ولكن ما تناكلوش كفايه، او يمكن حتى الطريقه باش كناكلو كناكلو مملح شويه ماشي صحي. شنو تقدر تقول لنا على اللوز، القيمه الغذائيه ديالو، فاش يقدر يعاوننا في تعزيز المناعه ديال الجسم ديالنا؟ صحيح اختي سميه، دونك كما شرتي لها ما غنبعدوش عاوتاني على الهدف ديال هذا الاسبوع اللي هو المناعه، وما غنبعدوش عاوتاني على مول الزريعه. وتحيه لمالين الزريعه باسكو كتربطنا معاهم علاقه كما كنقولوا، علاقه من الصغر ديما هذاك مول الزريعه، ولا كتمشي عندو تشري من عندو المكسرات ولا الزريعه. الوغ فاش كنقولوا اللوز، دونك اللوز كلشي كيعرف شنو هو اللوز، كلشي كياكل اللوز. واش كلشي كيتناولو بالكميه اللي خصها تناولوها؟ واش كناكلوه بنفس الطريقه؟ واش كنتناوله بنفس الغرض؟ حيت غالبا اللوز كله وشنو كيتناولو. دونك اليوم غنهضروا على الفوائد ديالو، غنهضروا على قيمته الغذائيه خصوصا، وغنربطوه مع الخصائص الغذائيه ديالو. الحاجه اللي غيلاحظوا اختي سميه هي ان في هذه المواضيع ديال الاسبوع كل الهدف ديالها هو تقويه المناعه، وباش نهضروا على تقويه المناعه خصكم تعرفوا القيمه الغذائيه، وغتلقاو في هذه العناصر الغذائيه اللي كلها او هذه الاغذيه اللي كلها كتساعدنا في المناعه، غتلقاو انها كتشابه في القيم الغذائيه ديالها. يعني كاينين تقاطعات، وهذه التقاطعات هي اللي كتخليهم كاملين جمعناهم حنا في عائله واحده اللي هي عائله ديال الاغذيه المقويه للمناعه. ودونك اليوم هذا اللوز هذا غتلقاه حتى هو يتشابه مع الزريعه، ويتشابه مع عناصر اخرى اللي هضرنا عليهم، واللي حتى هي كتكون وحده من المحفزات ديال هاد المناعه. والمحطه الاولى كما كنديروا في كل لقاء معكم هي القيمه الغذائيه، وباعتمادا على القيمه الغذائيه ياك اختي سميه هما براسهم غيكونوا فكره على الفوائد ديالها، حيت ولات عندهم تربيه غذائيه، ولا عندهم شويه الباجاج اللي عنده علاقه مع العناصر الغذائيه والقيم الغذائيه للاغذيه الصحيه. اكيد، فاحنا غادي نحاولوا نركزوا مع كثير دكتور باش نتقربوا من القيمه الغذائيه ديال اللوز او مكسرات اللوز. فشو ممكن تقدر تقول لنا عليها دكتور؟ صحيح اختي سميه، دونك اول حاجه غنهضروا عليها اللي ما عارفينهاش الناس هي انه في الياف غذائيه. داكشي علاش ما كيطلعش الناس السكر بشكل كبير او لا بشكل سريع، وعلاش ديما كنهضر على تطلع السكر وما كنهضرش على الكميه ديال السكر؟ حيت كاينين عناصر غذائيه طبيعيه فيها نسبه السكر ضعيفه، ولكن كتطلع عليه السكر بطريقه سريعه، وهذا كيشكل خطر على مرضى السكري. حاجه واحده اخرى هي ان الغذاء كتلقى فيه نسبه مهمه من السكر، يعني الا قلبتي في الانترنت في القيمه الغذائيه ديالو غيقول لك مثلا فيها 10 غرام ديال السكر، ولكن ما كياثرش ليا على نسبه السكر في الدم، وهذا هو الحاجه اللي كنعتمدوا عليها اللي كنسميو حنايا المؤشر الجليسيمي، الاندكس جليسيميك، اللي هو عباره عن مؤشر ما كنشرحوا وكنعاودوا باش تعتمدوه حتى نتوما في اختيار الاغذيه ديالكم، خصوصا مرضى السكري. هذا المؤشر الجليسيمي هو عباره عن واحد تقديم او لا واحد التصنيف الاغذيه على حساب السرعه ديال باش كتطلع لي نسبه السكر في الدم. وكلما كان المؤشر الجليسيمي منخفض ما سوقكش في الغذاء كي داير. اذا كان المؤشر الجليسيمي ديالو منخفض كن متاكد انه صحي وخدام لك انت كمريض سكري تناولو. دونك اللوز مؤشر الجليسيمي ديالو نسبيا منخفض، وبالتالي هادشي راجع لقيمته الغذائيه، وخصوصا تواجد كميه مهمه من الالياف الغذائيه اللي كتخلي هاد نسبه السكر ما كتطلعش دغيا. دونك هذه هي الاولى. وفاش كنقولوا الياف غذائيه اش علاقتها مع جهاز المناعه؟ الياف غذائيه هي عباره عن سكريات كذلك، ولكن غير قابله للهضم. سواء كتمشي للمعي الدقيق، يعني كتمشي ديال المصارن باش تنظم لي هذاك لو ترونزي انتستينال، يعني مرور الاغذيه عن طريق ديالها باش توصل سواء الامتصاص ديالها او يتم خلص منها على شكل فضلات، أو لا كتكون هي عبارة عن غذاء لواحد البكتيريا الله يعمرها دار عندنا عايشة معنا على مستوى الجهاز الهضمي ديالنا. وهاد البكتيريا هي البكتيريا النافعة اللي خصنا نتهلاو فيها، وهاد المناعة ديالنا اوتوماتيكمون حنا غالبا كنجبدوها من تما. دونك المناعة ديالنا غتبدا من تما، خصوصا بالنسبة للأطفال. دونك هاد الألياف كيلعبوا لي هاد الأدوار بشكل كبير. ثاني حاجة هما البروتينات. دونك اللوز فيه بروتينات، وفيه نسبة بيني وبينكم مهمة من البروتينات، وضروري خصنا ندخلوا في نظامنا الغذائي بروتينات، حيت المناعة باش تخدم خصها بروتينات. زيد على ذلك فيه دهون صحيه، ولا لاحظتوا هادشي غتقاسموه مع الزريعه. دونك الزريعه فيها بروتينات، والزريعه هضرنا على دهون صحيه، وقلنا ان الدهون الصحيه غتمشي توازن لي داك الدهون والكوليسترول الضار ومجموعه ديال انواع الدهنيات اللي عندنا
على مستوى الجسم، وبالتالي باش تحافظ لينا على ما يسمى الجهاز الدوراني، لو سيستيم سيركولاتوار، اللي كيتكون من العروق الدمويه وكيتكون كذلك من القلب اللي هو المضخه. كلما كانت هذه المضخه خدامه مزيان، القلب خدام مزيان، والعريقات واسعين وخدامين ونقيين من الداخل. شنو بغيت نقصد بنقيين؟ يعني ما فيهمش ترسبات ديال الدهون، ما فيهمش ذاك الترسبات اللي كيصعبوا عمليات مرور الدم. وفاش كنقولوا عمليات صعبه لمرور الدم، راه حنا كنهضروا على ديك الشيء. حيت الدم شنو هو؟ الدم هو عباره عن ناقل كينقل ليا مجموعه العناصر الغذائيه. دونك الا ما كانش كيدوز مزيان اوتوماتيك مورا حتى دوك العناصر الغذائيه ما غادوش مزيان، حتى دوك الخلايا المناعيه ما غادوش مزيان. دونك البلاصه اللي عندي فيها الغرض بالمناعه واللي دخل ليا فيها فيروس ولا بكتيريا غنوصلوا لها معطلين. وبيان سور في المناعه خص لا رياكسيون او التفاعل خصو يكون بطريقه سريعه باش نمنعوا تطور ديال المرض. دونك الدهون الصحيه كتلعب دور الدور هذا. دونك ثالث حاجه هضرنا عليها ولا رابع حاجه هضرنا عليها وتا هي كاينه في الزريعه اللي هي فيتامين او. وهضرنا على فيتامين او والصحه والتاثير ديالو على المناعه، وشرنا ليه انه كيلعب دور كبير مع السيلينيوم وكيتتحدوا باش يوليو باش يعطيونا عمل ديال مضاد اكسده قوي باش ينقص لينا من الاجهاد التاكسدي. قلنا شنو هذا الاجهاد التاكسدي؟ هو كلما ما تهليتيش في الجسم ديالك، كلما تستريسيتي، كلما ما كليتي نيمبورت كوا، كلما عكزتي تنوض طيب الماكله ومشيتي كليتي ماكله في الزنقه، كلما قضيتي بشي حاجه كما كنقولوا مره برا انا غنقضي بشي حاجه دغيا، كلما جسمك كيترتب وكيترسب فيه مجموعه ديال المشاكل ومجموعه ديال الفضلات. هاد الفضلات باش تقول لي شنو هما، ما غنبقاش نهضر معك بطريقه فضفاضه، هما عباره عن مواد سامه اللي كيكونوا نتيجه ولا نتاج ديال تفاعلات كيميائيه. دونك انت فاش كتشعل العافيه، كتشعل العافيه مثلا باش تسخن، الهدف هو داك الطاقه باش تسخن، ولكن فاش كتطفى العافيه ضروري كيشيط لك الفضلات اللي هما عباره عن الرماد اللي كاين. دونك كذلك بالنسبه للجسم، جميع التفاعلات الكيميائيه اللي كيطراو ليا في الجسم عندهم الرماد ديالهم اللي هو عباره عن مواد كيميائيه خص الجسم يتخلص منها. كلما كثرتي من الحياه الغير صحيه، كلما كتكثر من هذه المواد السامه والفضلات، كلما كتجمع لك في الجسم، كلما كيولي احتمال الله يستر كبير انه يجي عندك، يولي عندك مشاكل صحيه ومناعتك كضعاف. حيت المشاكل الصحيه عندها علاقه مع المناعه، ما كاينش شي واحد مناعته قويه وكيمرض بزاف. دونك فيتامين او كيلعب الدور هذا. كذلك هذا اللوز فيه النحاس، حتى هو عباره عن واحد من الحويجات اللي محفزه الجهاز المناعي والعمل خصوصا وانتاج مجموعه الخلايا المناعيه. وزيد على ذلك فيه كذلك مضادات الاكسده والفلافونويدات خصوصا اللي راه وليتو حافظينهم معايا، كاينين بزاف في لي فروي روج او الفواكه الحمراء. وعاد زيد كذلك فيه الفيتامينات، واحد العائله الفيتامينات اللي تاهي هضرنا عليها في الزرعه اللي هي بي 3 وبي 2 وكذلك الماليزوم والمنغنيز. دونك هذه هي القيمه الغذائيه ديال اللوز. وبيني وبينكم هذه القيمه الغذائيه تختلف نسبيا ما بين اللوز خضر واللوز طايب. دونك وبالتالي هنا غنهضروا عليها في الاخر على هذا الاختلاف البسيط بيناتهم باش نشوفوا شكون اللي احسن نتناولوه وشحال هي الكميه اختصاصيه. اكيد دكتور، فخليكم معنا مستمعين، غادي نمشيو ثواني قليله مع فاصل اعلاني وبعد رجعنا غادي نكملوا المعلومات ديالنا. طيب رجعنا معكم سريعا مستمعينا الاعزاء بعد الفاصل الاعلاني نكملوا معلومات هذا الصباح. دائما على اللوز دكتور والفوائد ديالو والقيمه الغذائيه السحريه ما شاء الله اللي كيتوفر عليها اللوز. غيبقى لنا فقط غير يعني الفوائد ديالو بالنسبه للناس، شحال الكميه ديال المعقول اللي نقدروا ناخذوا ديال الحبات ديال اللوز يوميا اللي كان ممكن، وايضا شنو المنافع اللي تقدر تفيد الجسم ديالي اللي تناولت هذه الحبات هذو دكتور يوميا؟ صحيح اختي سميه. دونك فاش كنهضروا على الكميه، دونك هنا فاش كنهضروا على اللوز كنهضروا على ماده طبيعيه. دونك الكميه على حسب، اذا كنت غناكلو طري يعني خضر يعني ما محمرش او لا ما نضيفش ليه الملحه، دونك نقدر نمشي ما نهضروش بالغرام، نهضروا بالحبه. دونك نقدروا نمشيو ما بين 20 حتى الحبه بطريقه يوميه، ما كاين حتى شي مشكل، وبالعكس غيكون عندها فائده. ومن الافضل اننا نتناولوها في الفتره الصباحيه. علاش في الفتره الصباحيه؟ كيكون الجسم والجهاز الهضمي ديالنا مازال خدام مزيان، وبالتالي الهضم ديالو كيكون احسن من اننا نتناولوه بالليل. علاش؟ حيت كما كتعرفوا بالليل كنكونوا قرابين من النعاس، الوغ فاش كنعسوا جميع الاجهزه كتولي خدامه كما كنقولوا باقل جهد، وبالتالي ذاك الهضم ما كيتمش بطريقه كما بغيناه، وبالتالي الاستفاده غتقل. دونك 20 25 الا كنت انسان كبير، وليداتنا الا قدروا ياكلوا لي غير 10 ما بين 10 و15 حبه بطريقه يوميه. فاش كنقولوا وليداتنا يعني كنهضر من سن 8 مدروس 4 سنين 5 سنين الفوق. بالنسبه للمكسرات، من الافضل ان في التنويع الغذائي ما تدخلش في ذاك العام عامين الاولى. علاش؟ باسكو يقدر يترتب عندنا حساسيات، وبالتالي كاينين مواد كيميائيه اللي غذائيه طبيعيه ولكن تقدر تاثر سلبا على الصحة.
الصحه ديال الاطفال ديالنا. حاجه واحده اخرى هي مره مره كنطيحوا في واحد اللوزه مره ياك اختي سميه، مره مره كنكون كتناول اللوز، حنا غالبا كنهضروا على اللوز الحلو حيت كاين واحد اللوز مر اللي كيتستعمل في ما هو طبي علاجي وفي مساحيق التجميل ايتترا، حنا كنهضروا على هذا اللوز الحلو. مره مره كنطيحوا في اللوزه مره، اش كنديروا؟ كاين فيكم اللي كيعكز يحيدها كيصبر على داك المره وكياكلها، هي بيني وبينكم لا، داك الماده او لا هذاك اللوزه اللي كتكون مره من الافضل اننا نتخلصوا منها، واخا تعرف تحيد خوي فمك كامل وتحيدها منه. علاش؟ فيه واحد الماده، واحد الماده سميتها اميغدالين. دونك هذه الماده هذه فاش كتدخل وكتدخل ليها الجسم واخا افي بالكونتيتي بكميات قليلين، دونك غالبا كتحول ليها السيانين الهيدروجين اللي هو مركب سام. دونك هذا المركب يقدر يهيج ليا حساسيه على مستوى الجهاز الهضمي ديالي. دونك بيني وبينكم ما تعقلش عليها الا لقيتي حبه مره وتحيدها لينا. كتبقى الطريقه ديال الطهي. فاش كنقولوا الطريقه ديال الطهي، دونك غالبا حنا كناكلوه محمص او لا في بعض الحلويات كناكلوه مقلي او لا كيتسلق عاد كيتقلى باش كيتقرمش. بيني وبينكم الجواب راكم كتعرفوه. دونك الا كان مقلي دونك راه حنا خرجنا على القيمه الغذائيه ديالو، خرجنا عليه، دونك شدينا القيمه الغذائيه اللي فيها دهون صحيه وردينا فيه غير الدهون الغير صحيه. ثاني حاجه هو ان داك التحميره فاش كيولي فيه واحد اللون محمر بالزيت بالقليان ديال الزيت، هذيك الماده الاكريلاميد حتى هي عباره عن بحال اللي قلتي اكسده ديال داك السكر ولا الكربوهيدرات اللي كاينين، وكتولي بين قوسين ماده سمو سرطينه. دونك ما نقدرش نتناولها بطريقه يوميه. تقول لي انا راه كناكل اللوز ولكن كناكلو في حلوى اللوز، غنقول لك راه حلوى اللوز ما فيها باس تاكلها مره مره، ولكن راه اختيار غير صحي انك تناوله بشكل يومي. كتبقى احسن طريقه هي سواء تناوله طري، ومجموعه الناس ما كيبغيوش ياكلوه طري وخا قيمته الغذائيه كتكون مرتفعه اكثر، من الافضل اننا نشريوه ونحمصوه في الدار بعيدا على ذاك الرمله اللي كيحمروا فيها، وبعيدا كذلك على ذاك الكميه الكبيره كما كنقولوا ديال درجه الحراره والملوثات اللي غيكونوا. والتحمار بيان سور حنا نحطوه في الفران ونبقاو نحركوه بشويه بشويه، غيبا ليا شي شويه اللون ديالو بدا كي كما كنقولوا بدا كيتلون، خصني نخرجوا اختي سميه باش نحافظ شويه على القيمه الغذائيه ديالو، حيت مضادات الاكسده وفيتامين او كتنقص الى قارناه مع اللوز الطري. واخر حاجه هي اللوكزالات، هي واحده من المواد الكيميائيه اللي كاينه بطريقه طبيعيه في اللوز. هنا الى كثرنا، حيت كاين اللي كيسمع اللوز مفيد للمشاكل الجنسيه، مفيد للشعر، مفيد، كيبدا ياكل كميات كبارين، واحد 200 غرام 300 400 غرام في النهار، ولا كيطحنوا كيدير به عصير وفي العشيه يتناولوا. كونوا متاكدين ان هذه الكميه هذه الا ارتفعت بشكل كبير وفتنا واحد 200-300 غرام في اليوم، خصوصا بالنسبه للرياضيين هذو اللي كيبقاو يقلبوا على مجموعه ديال 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 الفوائد اللي كتكون اكثر من الفوائد اللي كيقلب عليها الانسان العادي. هاد اللوكزالات هي واحده من الحويجات اللي كتمشي وكتساعد على تكوين حصى الكلى عباد الله. دونك هاد اللوكزالات كتمشي وكتكريستاليزا تتبلور على مستوى الكلى، وتقدر تكون سبب رئيسي في انها تصوب ليا حصى الكلى، داك الحجر الكلاوي. دونك داكشي علاش خصنا نتعاملوا معاه بحذر، ولكن في النطاق المعقول ما بين 15-25 حبه كيبقى هذا ما عندوش تاثير كبير على الصحه، عنده غير تاثير الإيجابي اختي سمية. طيب وعد فوائده الكثيرة على الشعر وعلى الجمال وعلى ياك كزيوت، كنتكلم على الزيت ديال اللوز. واش ناخذوه دكتور؟ كان بعض سولني نيئ ولا محمص، اكيد بلا اضافات ديال الملح، واش نحمصوه شويه؟ ولكن بعض الناس اللي كياخذوه هكا خضر، شنو القيمه ديالو اللي كتكون اعلى؟ صحيح، بالنسبه للوز الطري اللي كنسميوه حنا الطري ولا محمص، دونك بيني وبينك غير شويه القيمه الغذائيه كتنخفض. ياك فاش كنهضروا مثلا على اللوز النيئ اللي ما طايبش، دونك خضر كما كيتباع، دونك اوتوماتيكمون كتكون فيه نسبه اعلى من داك الفيتامينات، وخصوصا فيتامين او. علاش هضرت على الفيتامينات والمعادن؟ خصوصا الفيتامينات، حيت الفيتامينات هما المركبات الغذائيه الاكثر تاثيرا بالحراره. دونك اي حاجه بغيتي تاكلها فيها فيتامينات ومشيتي طيبتيها اكثر من القياس، عرف راسك انك درتي سكون ابل بالفرنسيه لا ديناتوراسيون دي زاليمون، يعني هذوك المركبات تم التدمير ديالهم، تدمروا ما بقاوش. دونك شنو غيبقى؟ كلما طولتي في الطهي كلما كيبقاو ليها المركبات المعقده اللي هما السكر ايتترا. دونك وبالتالي في التحميص نحمصوا غير شي شويه باش يلاه نوصلوا لذاك القوام كما كنقولوا المقرمش اللي كنقلبوا عليه حنايا. سينو الا قدرت نتناولوا نيئ كيبقى احسن اختي سميه. طيب دكتور لطفي صغاري، شكرا جزيلا صراحه على الحلقه ديال اليوم، وتمتعنا على طول مشوار صراحه هاد الاربع الحلقات اللي دازوا بكم كبير ديال المواد الغذائيه اللي غتعاوننا في تعزيز المناعه ديالنا وديال وليداتنا، وان شاء الله الله يوفق الجميع وبالشفاء لكل واحد فيهم مريض. موعدنا يتجدد اكيد في حلقات قادمه ان شاء الله من خلال هذه الفقره هذه. اما برنامج